تحية طيبة إليك زميلي في الاستوديو لمشاهدي قناة النيل الكرام. بالفعل أسدل الستار على فعاليات اليوم الأول من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. حقيقة الأمر اليوم الأول شهد العديد من الرسائل العديدة سواء في الجلسة الافتتاحية أو في الجلسة التي تلته، ثم شهدنا خلال هذه الأثناء مسرح شباب العالم الذي يسلط الضوء على الكثير من المواهب الشبابية والتي رأيناها بأعيننا، وهذا المنتدى الذي يعتبر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على هذه النماذج الناجحة سواء في مصر أو في العالم أجمع. أما عن فعاليات اليوم الأول والذي حمل الكثير من الرسائل العديدة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأديبة والكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة نعوت لتطلعنا على مزيد من التفاصيل حول اليوم الأول من منتدى شباب العالم. أهلا بحضرتك أستاذة فاطمة. اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، في المقام الأول أطلق رسالة إلى العالم أجمع أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث الكبيرة في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في العالم أجمع، ثم تلته بعد ذلك رسائل عديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مجريات الأمور في مصر. كيف رأيت النصف الأول من اليوم الأول من منتدى شباب العالم؟ كان شيئا مبهرا كما عودنا، كما عودتنا مصر وكما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا تصدى إلى شيء صنعه على الوجه الأكمل. شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي failure is not an option، وده الشعار، شعار رجال الفضاء، الخطأ غير وارد، وده شعار ايضا المصري القديم اللي عمل الاهرام وعمل معبد ابو سمبل وعمل كذا. انا الحقيقه بوصفي اديبه يعني وكاتبه وشاعره، لفيت مهرجانات العالم كلها ومؤتمرات العالم كلها ومنتديات العالم تقريبا كلها، وشفت يعني مؤتمرات في اوروبا وفي امريكا وفي الفار ايست وفي كل اماكن العالم بأمانة وبكل صدق ودون شوفينية ودون تحيز لبلدي. هذا المهرجان يعني لا يقل أبدا أبدا عن أرفع المنتديات والمؤتمرات شفتها في العالم، من حيث التنظيم، من حيث الكثافة الحضور، من حيث شمولية المشاركين، يعني 196 دولة على مستوى العالم. الشباب يفرحوا، الشباب المصري واعد جدا، والشباب من كل حته في العالم جميل قوي. الكلمه اللي قالها سياده الرئيس في الافتتاح في الجلسه الاولى، كورونا انذار بالخطر والام امل، ام وعد بالامل، فالكلمه كانت راقيه جدا ومطمئنه جدا وحقيقيه. الرئيس السيسي مش من الناس اللي بتتكلم وتعد وتطمن وتعمل لك يعني زي ما بنقول كده البحر طحينه والدنيا تبقى بايظه، لا، الرئيس السيسي بالعكس بيعمل عكس ده فعلا، ان هو يعلن عن الشيء بعد افتتاحه. يعني نتفاجئ ان في حاجه اسمها الاسمرات تفتتح، نتفاجئ بان مشاريع تتفتح. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بكل صدق يصنع، يفعل ثم يعلن. فهو الحقيقه اتكلم النهارده بصدق ان بلدنا، بيقول احنا ما خفناش من فيروس كورونا، احنا تقريبا من البلاد القليله في العالم الذي لم تتوقف فيها مشروع ومشاريع من قبل كورونا واثناء كورونا وبعد كورونا، ودي حقيقه. يعني النهارده كلمته كانت جميله جدا ومطمئنه ودافعه، يعني مش بس مطمئنه ودافعه للتراخي ولكن دافعه على البناء. فانا سعيده جدا بتواجدي في الدوره الرابعه من منتدى شباب العالم العالمي اللي بيقام على ارض مصر، سعيده جدا جدا بالتنظيم، سعيده بكل حاجه، سعيده بالمسرح. شفنا النهارده عروض افريقيه بديعه بديعه قد ايه، جميله جدا. وان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر بنفسه هو السيده انتصار السيده الاولى، شيء جميل قوي قوي، وحتى كل الحكومه واو. فانا فخوره بمصريتي، فخوره بهذا المنتدى، فخوره بما يصنعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا. امين.
أستاذة فاطمة، ربما مصر تخطت مرحلة القول بدليل أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو مرتفع ضمن عدد دول قليل جدا في ظل حالة التحدي التي خلقتها مصر واستمرار في مشروعاتها القومية. كيف رأيت هذا على المستوى الدولي، خاصة وأن هناك الكثير من الدول التي تأثرت تماما بمثل هذه الجائحة؟ الحقيقة شيء مدهش يدعو كأنها لغز مصر الخاص، تعويذة مصر. يعني في تعويذة في مصر. أنا طبعا واحدة دارسة هندسة ومخي علمي، يعني مش مدروشة ولا حاجة، لكن بالفعل في تعويذة مصرية هي السبب في هذا اللغز. يعني ان احنا العالم معظمه، حتى العالم متطور جدا جدا، حصل له بارالايزد، حصل له شلل في امور كثيره جدا، لكن احنا لم نتوقف. فضلت العجله دايره، فضلت المشاريع بتفتتح، البناء، يعني ان احنا يطلع الاحياء زي الاسمرات وزي حياه كريمه وزي كذا تستمر، بالعكس بتزيد وماشي على وتيره سريعه جدا في ظل الجائحه دي. فانا بعتبر ده هو الويل، الاراده المصريه. المواطن المصري حس ان احنا تعطلنا كتير جدا، عقود طويله اتكعبنا وتعطلنا واستنزفنا وخسرنا وقت كبير جدا. مصر نفسها اعتبر ان في كيان اعتباري اسمه مصر يشعر ويتكلم. هذا الكيان، البلد مصر نفسها حست انها اتاخرت قوي، فبتعوض، بتحرق مراحل. وانا فاكره اول كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احنا مش هنمشي ومش هنجري، سوف نقفز نثب. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بحكيها لاولادي وبحكيها في الهوا وبحكيها في مقالاتي. في الكامبين بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يبقى رئيس، واحنا عمل وفد لقاء مع وفد الادباء والكتاب، كنا 20 واحد، سالوا الشاعر الراحل فاروق شوش الله يرحمه، قال له ممكن تقول لنا يا سياده المشير ايه هو برنامجك الرئاسي؟ الرئيس عمل كده وقال صدقوني لو قلت لكم مش هقدر اقول. فوقتها اندهشنا، قلنا ليه مش عايز يقول برنامج؟ دلوقتي انا فاهمه ليه قال كده، لانه بامانه لو كان مثلا قال لنا هلغي فيروس سين ما كناش هنصدق، هقضي على العشوائيات ما كناش هنصدق، هبطل الترع، هلغي الظاهره اطفال الشوارع وتحت الكباري، كل الادران اللي كنا فيها ما كناش هنصدق. فهو يفعل ولا يتكلم. انا هاخد من كلام حضرتك والغريب والجديد في التجربه المصريه ان المشروعات القوميه تعمل بالتوازي مع مبادرات هي جديدة من نوعها سواء في مصر أو في العالم أجمع على المستوى الصحي وعلى مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية. رأينا هذا في فكرة القضاء على فيروس سي، فكرة إطلاق مبادرات تهتم بصحة المرأة، الكشف عن الأطفال في المدارس، الكشف عن الجنين قبل ميلاده. يتوازى هذا مع مبادرة حياة كريمة، وللمرة الأولى يتم طرح مبلغ ضخم جدا 700 مليار جنيه لتحسين جودة الحياة في مرحلتها الأولى في 20 محافظة، ولتحسين جودة الحياة في نحو 60 مليون مواطن. كيف رأيت التوازي في المشروعات القومية وتحقيق مثل هذه التجارب التي تحقق العدالة الاجتماعية؟ الحقيقة هي بتصب في خانة واحدة، الرئيس السيسي مهتم بالاستثمار في المواطن المصري. المواطن يستثمر فيه، يستثمر فيه ازاي؟ دايما بيتكلم عن جودة المواطن المصري، جودة الطفل المصري. الكلام ده جديد عمرنا ما سمعناه. احنا كنا بنتكلم في توفير رغيف العيش، مش عارفة فاهم ازاي، التعليم اللي ماشي طبعا بعكاز، يعني كل حاجة، ان الانسان يعيش، يعني يأكل ويشرب ويتناسل ويموت. وانا اسفه جدا ان اقول ان دي لا تختلف عن كل كائنات الحياه، لكنك بتتكلم عن الكواليتي مش الكوانتيتي، بقى الكواليتي، انك المواطن المصري جودته دي الكلمه دي بنسمعها في اليابان، بس الرئيس حريص عليها. عشان كده ازاي تتعمل الجوده دي؟ صحه جيده، انسان جيد، لازم يبقى جسد جيد، فتقضي على كل الحاجات الكرونيك اللي هي فيروس بي وفيروس سي والكبد الوبائي ومش عارفه والثدي بتاع المراه والحاجات دي كلها، كشف المبكر على المراه والطفل. الصحه
التعليم، الصحة النفسية، الحياة الكريمة، إن أنا أبقى قاعدة في بيت مشمس ونظيف وأبص ألاقي جنينة قصادي زي ما بنشوف الأسمرات، حاجة مدهشة يعني، ونادي ولادي يلعبوا فيه، مدرسة كويسة تتعلم فيها، والتعليم وغيره. هو مسك الأيتمز بتاعت كل المحاور التي تصنع إنسانا جيدا جيدا جود بيرسون، وابتدى يشتغل عليه. وهنا ده انا عشان كده بقول الناس السذج اللي بيقول لك ان هو بيعمل كباري بيعمل كذا، لا، هو بيبني انسان، بيبني انسان يعرف يمشي في مرور شوارع محترمه، قطارات محترمه، بيوت محترمه صحيه، صحه محترمه، وتعليم محترم. اذا ما كانش هي دي الايتمز بتاعت الانسان، فبما يتكون الانسان. شكرا جزيلا لحضرتك الأديبة والشاعرة والكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة نعود، كما تابعنا هذه بعض ردود الأفعال حول مجريات اليوم الأول الذي أسدل عليه الستار، وفي انتظار ساعات الصباح الأولى لانطلاق الجلسات التي تهتم كثيرا بمستوى العالم والقضايا العالمية بعد جائحة كورونا. إليكم زملائي في الاستوديو.